نعم أستاذ، هذا موضوع فص السلطات. هذا ذهب إليه جان جاك روسو وموتسوكيو، وعدهم أبحاث ودراسات عن هذا الموضوع. نعم هناك فصل بين السلطات كما ذكرت قبل قليل من الناحية البنيوية للوظيفية، أما العملية السياسية أو الإدارة السياسية كلها تتداخل فيما بعضها. لا يمكن الفصل التام، ولكن إعطاء الجزئية الوظيفية لكل منهما على حدة. اللي دا يحصل في العراق حقيقة أكو تداخلات يعني في بنية الوظيفة، مو فقط أنه التعامل لتكملة النظام السياسي. يعني هسه النظام العراقي بدون السلطة التشريعية لا يمكن أن تسميه نظام برلماني، وبدون السلطة القضائية لا يمكن أن يكون هناك عقوبات وقوانين، وهذا مترابط فيما بعضها البعض. ولكن أعتقد أن هذه العلاقة أحيانا تسيس من جهات سياسية لأجل الأغراض ولأجل المكاسب ومغانم سياسية، وبالتالي العراق الآن أمام نظام سياسي مشوه.